الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين آمين. قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال في موطئه: باب جامع قضاء الصيام. قال الراوي رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قيس الأنصاري قال الحافظ: وهم من قال أنه القطان لأنه لم يدرك أبا سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نعم الأنصاري، وأدرك أبا سلمة وهو يروي عن أبي سلمة هنا الآن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه وأرضاه. كان الزهري يقول أبو سلمة كان يجادل ابن عباس، لذلك حرمه علمه، وهو نفسه أبو سلمة قال: ضاع علي علم كثير بسبب المجادلة مع ابن عباس. من يعرف قدر العالم يعرف كيف يستقي منه العلم. لذلك أبو عبيد الله بن عبد الله بن عوض بن مسعود قال: لنت لابن عباس فكان يطعمني العلم إيش طعام. ده الفارق. وأبو سلمة الآن أين هو من عبيد الله؟ لذلك ليس من الفقهاء السبعة، هو في قول، لكن أبو عبيدة من رأس من رؤوس الفقهاء السبعة. حتى الزهري لما تكلم عنه بعلو قال: ما جلست أحدا إلا استوعبت كل ما عنده إلا أبا سلمة إلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أنه سمع عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. وهذه زاد البخاري قال: يعني من سعيد الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يمنعني الشغل، لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاع. شوف كيف المرأة التي تقول: أنا أعيش من أجلي، حتى قضاء موسع تقول موسع من أجلي هو. فنعم المرأة الصالحة تعين زوجها أن يكون ناصرا للدين وأن تكون خير عون له تكفيه وتغنيه. يعني أنا تعلم رجل تزوج امرأة روسية فقال لي خطبة عجيب، كانت المرأة الروسية هذه طبيبة وكانت تتفنن كيف تمتعه وكيف تدخل عليه السرور. فهو تعجب يعني كان هذه منها طبيعة ولا. قالت: إني أبالغ في ذلك من أجل أن تجتهد فيما أنت فيه فتفوز فأفوز من وراك. يعني انت شوف تعينه على ما هو فيه. شوف هنا عائشة ماذا فعلت للنبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء في بركة عائشة: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكم. والأمر الثاني أن تغني النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحب النبي حبا جما وتظهر ذلك له وتظهر جمالها وتتحلى له، وكانت تقترض الحلي من أجل امتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تقول يعني كان يكون عليها صيام القضاء، وهذا القضاء كما قلنا قضاء إيش؟ موسع. القضاء المضيق لابد أن تأتي به، قضاء موسع. فكانت ترجئه وتؤجله من أجل امتاع النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ضاق الوقت لا يجوز تأخيره. وفي مسلم قال يحيى: ظننت أن ذلك المكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: هذا التعليل ليس بشيء، لأن شغل سائر أزواجه كشغلها أو قريب منه، لأنه أعدى للناس، حتى قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا فلا تلوني فيما تملك ولا أملك. ولعل هذا القائل شبه عليه، أنه روي أنها قالت: ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يأتي قولها حتى توفيها من وجه يحتج به، فإنما أخر ذلك الرخصة والتوسعة، وتعقب أن في مسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت رضي الله عنها: إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. ولذا قال عياض: هذا نص منها على علة ذلك، ورد على من ضعف التعليل به وقال: إنما فعلته للرخصة لا للشغل، واستشكاله بأنه كان يقسم ويعدل ولو تسع نسوة، فما تتأتى نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام، فكان يمكن كل واحدة أن تقضي في تلك الأيام. أجاب عنه القطبي أن القسم لا يمكن واجبا عليه، فهن توقعن حاجته في كل الأوقات. بل الإجابة الثانية إيش؟ الإجابة الثانية إيه؟ أحسنت أنه كان متأخذ النهار الشيخ، يظهر أنك تأتسي عندما تدور على نسائك فتفعل ذلك. نعم، فالحق أنه جائز، بأنه بالنهار كان يدور ويقبل ويقترب دون أن يجامع إلا لصاحبة الليلة. نعم، في كل الأوقات. وقدرها الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة قالت: ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. والبهي صدوق يخطئ، وكأنه وجه قول ابن عمر أبي عمر لا يحتج به، لكن روى له مسلم الأربعة.
وعلى مدى من يقول انه واجب عليه ان يحتمل ان يقال كانت لا تصوم الا باذنه ولم ياذن الاحتمال احتياجي اليها، واذا ضاق الوقت اذن لها وهو لا يجدي، لان الاحتمال ذلك يعطي انه لا يجب عليه القصر. وفي الحديث حجه للجمهور ان القضاء لا يجب على الفور، اذ لو منع التاخير لم يقرها صلى الله عليه وسلم واوجبه داود، يعني قال ان قضاء رمضان على الفور، قال فعدة من ايام امر، وضع الامر الوجوب والفوري، وفعل عائشة دل على انه ايش، والاستدلال يكون زي حاتم. احسنت احسنت، لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فان اخره اثم واحد عائشة، هم اخذوا من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها ايضا انه يجوز صيام الست مع تأخير الواجب، لانهم قالوا وده ما عندهم اي دليل في ذلك، كل الذي عندهم هو ايه؟ حسن الظن بعائشة، ان عائشة لا تفوت الست من شوال، طيب فلذا وكانت تقضي في شعبان، قلنا عجيب جدا، لكن نحن احسن جوابا منكم، بل من حسن الظن بعائشة انها كانت لا تصوم نفل ولا فرض من اجل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت تقول لي يا تترك الفرض وتنشغل بالنفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنفل اصلا لا تستطيع ان تصومه الا بعد اذن النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب لا تستأذن. مفهوم؟ فالصحيح في ذلك ان من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال لابد كل رمضان. عائشه كانت تترك هذا النفل لان عندها فريضه، ايش الفريضه؟ انشغال بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الان ولذلك علماءنا يقولون في القاعده من انشغل بالفرض عن النفل فهو ايه؟ معذور. فهو معذور. نعم. الفوائد المستنبطه الدارمي ما خدناهوش؟ نعم ما خدناهوش؟ الفوائد المستنبطه لمالك جواز تاخير قضاء رمضان خلافا للظاهريه. فضل عائشة، الفقه يقدم الناس على الآخر، يقدم الفقيه على الآخرين. شوف عائشة فقيها، قالت لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لا 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 تصوم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.